السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريد 5، هنكمل الدرس اللي احنا بدأناه بتاع إنجازات الخلفاء الراشدين، واللي اتكلمنا فيه عن الخليفة عمر ابن الخطاب. بعد ما اتعرفنا عن حياة عمر بن الخطاب، تعال نتكلم النهاردة على إنجازات عمر بن الخطاب كتاني خليفة للمسلمين. بيقول لو بصيت كده معايا على أعمال عمر بن الخطاب، هتلاقي ان هو عمل حوالي 4 أو 5 أعمال وكلهم مهمين. ابدأ بأول عمل، بيقول ان هو قسم الدولة الإسلامية أو البلاد الإسلامية إلى ولايات. يعني إيه يا شباب إلى ولايات؟ قال لي إن عمر بن الخطاب في حياته كبرت الدولة الإسلامية جدا وبدأت تتسع، زي ما هتشوف كمان شوية هتلاقي في فتوحات إسلامية ظهرت كتير. فبدأ يقسم الدولة لولايات، حاجة شبه المحافظات عندنا كده، ماشي، ويحط على كل ولاية، يعني على كل مدينة والي، اللي هو زي إحنا مثلا عندنا محافظة المنوفية مثلا عليها محافظ اسمه محافظ المنوفية. هو برضه قسم الدولة لأكتر من ولاية وحط على كل ولاية والي، والوالي ده يبقى مسؤول عنها. عمر بن الخطاب يقدر في أي وقت إن هو يحاسبه عليها. طيب ده بالنسبة لأول عمل، يعني ممكن يقول لي أكمل قسم عمر بن الخطاب البلاد الإسلامية إلى نقط، بقول له إلى ولايات. أو ممكن يقول لي من هو قسم الدولة الإسلامية إلى ولايات، هقول له مين يا شباب؟ هقول له عمر بن الخطاب. طيب خش معايا على تاني عمل لعمر بن الخطاب، وده مهم جدا. قال إن هو أنشأ حاجة اسمها الدواوين. أنشأ إيه؟ الدواوين. قال لي يعني ايه كلمه دواوين؟ بقول له الدواوين دي حاجه كده شبه الوزارات عندنا، زي ما انت عندك مثلا ايه وزاره التربيه والتعليم، وعندك وزاره الصحه، وزاره الداخليه، وهكذا. هو عمل اكتر من ديوان. طيب ايه اهم الدواوين اللي هناخدها؟ ديوانين مهمين جدا. ديوان اسمه ديوان بيت المال، وده شباب عندنا حاجه شبهها كده في مصر اسمها وزاره الماليه، لو تسمع عنها، دي اللي مسؤوله عن المرتبات بتاعتنا وعن الضرائب اللي بنلمها وهكذا. وانشا ديوان اسمه الجند، وده حاجه كده شبه الجيش. أكمل، أنشأ عمر بن الخطاب الدواوين، وأهمها ديوان نقط وديوان نقط. بقول له ديوان الجند وديوان بيت المال. في أي مشكلة؟ مفيش أي مشكلة في الكلام دوت. خش على تالت عمل، وده عمل مهم جدا برضو لعمر بن الخطاب. بيقول لي أنشأ نظام الحزبة. أنشأ نظام يا شباب الحزبة. بيقول لي يعني إيه كلمة حزبة أصلا؟ بقول له يا شباب الحزبة ديت حاجة كده لو تسمع عنها دلوقتي عندنا في مصر اسمها وزارة التموين. بتعمل ايه؟ بيجي واحد يخش مثلا السوبر ماركت، يبص على البضائع اللي عند الراجل، مثلا زبادي، يقول له الزبادي ده بكام مثلا؟ مثلا ده ب2 جنيه، مع ان اصلا الحكومه قايله ان هو يتباع بجنيه، يبقى الراجل ده يعني زي ما بنقول بيغش او بيكذب في السعر فيتقبض عليه. او ان هو مثلا بيبيع حاجه منتهيه الصلاحيه، حاجه المفروض مثلا تخلص من شهر، وهو بيضحك على الناس وبيبيعها. عمر بن الخطاب بدا ان هو ينشئ نظام الحسبه دوت عشان يراقب الاسواق والموازين، يشوف مين الناس اللي بتبيع غالي ومين الناس اللي بتغش في الميزان. طيب ايه العمل الرابع لعمر بن الخطاب؟ قال ان هو وضع حاجه اسمها التقويم الهجري. التقويم الهجري اللي انت اكيد عارفها كويس جدا، احنا دلوقتي مثلا في شهر رجب. شهر رجب هيجي بعده شهر شعبان، وبعدها شهر رمضان، وشوال، وذو القعده، وذو الحجه، وهكذا. دي اسمها شهور هجريه وتاريخ هجري، زي ما احنا بنكتب كده على في الكشكول الصبح التاريخ الميلادي على الشمال والتاريخ الهجري على اليمين. اول واحد فكر في فكره التاريخ الهجري كان الخليفة عمر بن الخطاب، وقال لك هبدأ التاريخ دوت من اليوم اللي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة بتاعته اللي هي من مكة إلى المدينة. تمام يا شباب؟ يبقى تاني بيقول لي وضع عمر بن الخطاب بداية التقويم الميلادي، الكلام ده صح ولا غلط؟ أكيد بقول له إن الإجابة غلط. طب إيه الإجابة الصح؟ بقول له إن هو وضع التقويم الهجري، وضع التقويم الهجري. طب ممكن يقول لك صح وغلط، وضع عمر بن الخطاب التقويم الهجري ويبدأ منذ تولي عمر بن الخطاب الخلافة. بقول له الإجابة غلط. ليه؟ لأنها بتبدأ منذ بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. طيب آخر أعمال عمر بن الخطاب، ودي مهمة جدا جدا وركز معاها فيها كويس قوي، قال إن هو أتم فتح العراق والشام. فاكر العراق والشام اللي أنا قلت لك إن اللي كان بدأ فيهم في الفتوحات كان الخليفة أبو بكر الصديق. قلت لك إن هو ما قدرش يكمل لأنه توفى سنة 13 هجرية. عمر بن الخطاب اللي اتكلمنا قبل كده وهيقعد 10 سنين في الخلافه، هيبدا يكمل اللي ابو بكر عمله، ويبدا يوصل في الخلافه ان هو يفتح الشام والعراق كلها. وافتكر معاه العراق دي كانت خاضعه لبلاد اسمها بلاد الفرس، فاكر؟ وزي ما انت ما بتقول معايا كده، والشام كانت خاضعه لبلاد الروم. هيبدأ عمر بن الخطاب ان هو يستكمل الفتوحات الاسلاميه اللي على حساب الروم والفرس، ويتمكن من فتح العراق كلها والقضاء على الفرس، ويتمكن من فتح بلاد الشام. بعد ما يخلص بلاد الشام هيخش على
بلد مهمه جدا اللي انا وانت عايشين فيها، اللي هي فتح مصر. اول ما هيروح الشام بالتحديد في دوله اسمها فلسطين، بعد ما ياخدها هيبقى القائد اللي ماسك الجيوش او اللي هو بيتولى امر الجيش في مصر في فلسطين اسف، هيبقى عمرو بن العاص. هيبص كده جنب منه يلاقي جنب منها مصر، فيرسل للخليفه عمر بن الخطاب ويقول له احنا لازم نفتح مصر. تمام كده؟ وعمر بن الخطاب مش هيتردد وهيوافق، وهيرسل لعمرو بن العاص بالموافقه انه يتحرك بالجيش بتاعه من فلسطين الى مصر. وبالتالي عمرو بن العاص هيبدا يخش فين يا شباب؟ هيبدا يخش مصر ويحارب برضه الروم اللي هم كانوا بيحتلوا مصر. السؤال المهم ده اخر سؤال هناخده النهارده، بيقول لي بما تفسر اشار عمرو بن العاص على عمر بن الخطاب بفتح مصر؟ ليه عمرو بن العاص بعت لعمر بن الخطاب بيقول له احنا لازم نفتح مصر؟ قال لك عشان حاجتين يا شباب. قال لك عشان اول حاجه ان فتحها قوه للمسلمين، لان فتحها يا شباب قوه للمسلمين. ليه؟ لان معروف ان جنود مصر هم خير اجناد الارض. فعمرو بن العاص فكر قال لك لو فتحنا مصر وضمناها للدوله الاسلاميه بتاعتنا هنقدر ناخد منها جنود تفيدنا في الفتوحات الاسلاميه الجايه او في الحروب الجايه. دي اول حاجه. ثاني حاجه قال لك تامين الفتوحات بتاعت المسلمين في بلاد الشام، وده هنتكلم عليه بالتفصيل في الحصه الجايه، بس عشان تبقى فاهمه دلوقتي ان احنا بحربنا او بدخولنا مصر هنبقى قاضينا برضو على الروم او طردناهم بره البلاد، فهيبقى بالتالي الروم بعاد عننا قوي مش هيقدروا يجوا لي تاني. انما الشام جنب مصر، فهو لو كان ما خدش مصر كان الروم هيفضلوا موجودين في مصر ويبقوا كل شويه يجوا يضايقوا المسلمين في الشام. قال لك امشيهم كمان من مصر ويرجعوا بلدهم اللي هي اوروبا دلوقتي، وبالتالي ابقى انا اتخلصت منهم. وبكده نبقى احنا مع اهم سؤال في الدرس، بما تفسر فكر عمرو بن العاص فتح مصر؟ بقول لان فتحها رقم واحد عون وقوة المسلمين، رقم اثنين تامين الفتوحات الاسلاميه في بلاد الشام. وكده خلصنا درس النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.